نتواصل معكم مشاهدينا وحديثنا الآن مع الدكتور محمود الدباس، هو باحث في علم الاجتماع السياسي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا ستي، ويعطيك العافية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. لك أوراق بحثية، أنت باحث أولا يعني. نعم. فلك أوراق بحثية كبيرة جدا، وكلها بتنصب، يعني كان في إحدى اللقاءات عن الهوية الوطنية تحدثنا. نعم. فيها وصار عليه جدل على فكرة بعد الحلقة هذا الموضوع، وهو لكن المطلوب طبعا. وهو المطلوب. نعم. لكن هنالك ورقة بحثية يعني كانت مؤخرا لحضرتك، تناولت عن الفكر السياسي لجلالة الملك عبد الله الثاني. نعم. نتحدث عن هاي الورقة بشكل عام، الفكرة عنها. شكرا لك وشكرا على الاستضافة. حقيقة هو اسم هذه الورقة اللي هي مشروع كتيب سيصدر قريبا بإذن الله، هو الفكر السياسي للملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الأوراق النقاشية نموذجا، منهجية تحليل المحتوى النوعي. هذا هو العنوان الدقيق لمشروع الكتيب أو الورقة البحثية. نعم. لماذا تناولت هذا الموضوع بالتحديد؟ نعم، هلا أنا تناولت من مدخل باحث في علم الاجتماع السياسي. في إشكالية في الدراسة، إشكالية بحثية طبعا، في أهمية، في مبرر، في تساؤلات. الهدف من هذه الدراسة هو التوقف على الفكر السياسي لجلالة الملك ورؤيته لمستقبل الديمقراطية في الأردن من خلال الخمس الأوراق النقاشية التي صدرت وحملت اسم جلالة الملك. هلا بصفي الآن السؤال، ما هو المبرر لهذا الموضوع؟ المبرر أن الملك هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا الأسلوب في التخاطب مع شعبه اللي هو الشعب الأردني. يعني عدا عن المقابلات الصحفية، عدا عن افتتاح مجلس النواب والأعيان، عدا عن كتب التكليف السامي للحكومات، جاءت الأوراق النقاشية كأسلوب جديد في المخاطبة بين الحاكم والمحكومين، بين الملك والشعب. فهنا يأتي مبرر هذه الدراسة اللي هو الأسلوب الجديد في الخطاب الذي استخدمه جلالة الملك. نعم. إذا بدنا نحكي في قصة أهميتها، هلا هي تأتي في سياق الجدل اللي تم بين مختلف القوى السياسية، كل منهم يريد تقديم رؤيته لمستقبل الديمقراطية في الأردن، فجاءت ورقة الملك لتقدم رؤيته وتعرضها للنقاش. نعم. الأهمية الأخرى لهذه الأوراق، بحكم أن الملك هو رأس الدولة، وأن الأوراق النقاشية التي صدرت وتحمل اسمه ستكون بمثابة، يعني لن أقول إلزامية، وإنما ستأخذ بها مختلف الحكومات وحتى النواب خلال تشريعات القانون، لأنه الملك هو رأس الدولة فيسترشد بهذه الأوراق النقاشية. يعني من خلال بحثك، إذا ما تم طبعا الأخذ بهذه الأوراق وتطبيقها على كما يريدها سيدنا على أرض. نعم. الواقع، هل سترسم خطة طريق مستقبلية لمستقبل الأردن؟ نعم. هو الملاحظ في شيء، ويعني أنا بشكر التلفزيون الأردني رغم أني أنا أحيانا بيكون لي آراء مخالفة، لكن أنا هيني موجود في التلفزيون الأردني فمؤشر على أن الأوراق الملكية صحيحة. نتقبل الرأي، نتقبل والرأي الآخر. ما في الحقيقة مشكلة. أنه في فجوة ما بين الرقي في الأفكار السياسية التي وردت في الأوراق النقاشية. نعم. وما بين بعض التشريعات القانونية في شوية تعارض، شوي يعني في تعارض، يعني تشريعات. التشريعات تعتبر معيقة أحيانا. هلا ما هو إحنا بدي أحكي لك شغلة بالغة الأهمية، وأنا دائما معروف أني بحكي بصوت مرتفع. إحنا بهذه بحكي حاطين لك المايك، ارفع أكثر أكثر. نعم. الأوراق النقاشية إحنا ما بدنا إياها أن تلقى مصير الأوراق والوثائق التي خرجت في الأردن بالعشر سنوات الماضية. نعم. بحكم أن هذه الورقة خصوصيتها أنها تحمل اسم رأس الدولة. هنالك بعض التشريعات ولا أريد أن أذكرها الآن، قد تكون في موضوع غير هذا اللقاء. نعم. تتعارض مع مضمون الأوراق النقاشية. اكتشفت بعض من الأمور؟ يعني نعم. يعني يوجد. هلا إذا بدك أسلط الضوء على جزئية واحدة في هذا الموضوع، جزئية فقط حتى ما أخرج عن الفكرة البحثية اللي أنا بحكيها. الأوراق النقاشية تشير إلى قضية أن الانتخابات في الأردن هي انتخابات قوائم وطنية ودوائر فردية. مشروع القانون الأخير ألغى الدوائر الفردية
وحول القوائم العامة إلى قوائم محلية. هذا النص موجود في خطاب جلالة الملك في أوراقه النقاشية. طيب. مشروع القانون عكس ما قاله. كيف؟ الصورة التي يرسمها جلالة الملك في أوراقه النقاشية التي ترسم مستقبل الأردن الديمقراطي تقول أن الانتخابات تجري بين الأحزاب السياسية على المستوى الوطني. حدد على المستوى الوطني. لما يجي مشروع قانون الانتخاب يقلص القائمة من وطنية إلى محلية، هنا يعتبر تعارض. طيب. هذا من وجهة نظري الآن اللي هي الشخصية. الأوراق النقاشية تقر بحق المستقلين بالترشح الفردي. نعم. مشروع القانون ألغاها. وقصة أخرى بدون ما أسمي، الملك أقر شيء بلغة التشاركية الأكثر في الأوراق النقاشية، مشاركة مجلس النواب في اختيار رئيس الحكومة. طيب. سمعنا أصوات نيابية تقول لا داعي لحكومة المشاورات النيابية. هذه تعارض ما يقول رأس الدولة. طبعا. أنا يعني بحب أحكي واستغل التلفزيون الأردني للقصة. أنا بالنسبة لي مقتنع تماما في الأوراق النقاشية لجلالة الملك، وأنا على الصعيد الشخصي تثقفت منها إلى حد عالي. طبعا. وأملي أن هذه الأوراق تكون ملزمة لأن فيها مستقبل الأردن. فعلى من يعمل بمعية جلالة الملك أن تكون هذه الأوراق ملزمة له ما دام قبل أن يكون في موقع المسؤولية. أكيد. طيب. نعم. نأخذ بشكل أعمق ما تناوله البحث الأخير عن الفكر السياسي لجلالة الملك. نعم. تعطينا هيك سبوتات منه. أوكي. أنا كان في عندي 4 أسئلة. السؤال الأول، ما هي المفاهيم السياسية التي تم استخدامها في الأوراق النقاشية؟ نعم. السؤال الثاني، ما هي الظواهر السلبية التي حذرت منها الأوراق النقاشية؟ السؤال الثالث، ما هي الظواهر الإيجابية التي امتدحها الخطاب الملكي في الأوراق النقاشية؟ وفي أمور أخرى تتعلق في المواصفات الاتصالية للخطاب. هلا أنا قرأت الأوراق النقاشية بعناية لأن استخدمت منهج تحليل المحتوى، إعادة فكفكة هذه الأوراق وإعادة تبويبها وتنظيمها. بحب أسلط الضوء على كم جزئية من الأشياء الإيجابية اللي امتدحت الأوراق النقاشية الملكية ولم تعالج كما يجب خلال السنتين اللي فاتوا في النقاشات. الملك في خطاباته يؤمن بالرأي الآخر، يؤمن بالمعارضة السياسية. هذه لم يسلط الضوء عليها. هلا الملك يقول أن الرأي الآخر لا يعتبر مؤشر على الخلل، لا يعتبر انعدام للولاء. هلا في آراء أحيانا لا تتحمل الرأي الآخر، فرأس الدولة يعطي شرعية للرأي الآخر، يعطي شرعية للمعارضة السياسية البناءة، ويؤمن بالحلول التوافقية. هذه على عجالة من الإيجابيات اللي بيشير إلها جلالة الملك في الأوراق النقاشية. أما إذا انتقلت إلى 3 مظاهر معاكسة، وهي على فكرة من نفس الجنس للأشياء اللي هو امتدحها الملك، يرفض المعارضة السلبية العدمية التي تنكر على الوطن إنجازاته، التي لا تقبل الرأي الآخر، التي ترفض المشاركة السياسية في الحياة السياسية، ويرفض أن تكون البرامج الانتخابية للمرشحين حالة تنظيرية تسطيحية للمشهد تقوم على المبالغة هدفها الشعبية. هو ينتقد الممارسات السلبية لبعض أعضاء مجلس النواب بقصة استغلال حجب الثقة أو إعطائها لتحقيق مكاسب. هلا لاحظت أنا وحضرت نقاشات كثيرة في السنتين اللي فاتوا لما بعض السادة النواب يناقشوا الأوراق الملكية، ما حد فيهم يقرب على مسألة الجانب السلبي في مسيرة عمل النواب، رغم أنه الملك امتدح أيضا مجلس النواب ببعض جوانبه. فعمليا يعني بلغة الثقافة الإنجليزية يعني هي ثقافة السكين، نفس الشيء قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي. طيب الآن يعني من خلال هذا البحث كيف ترى النظرة المستقبلية إذا ما تم تطبيق الأوراق النقاشية لجلالة سيدنا؟ أنا دائما بضل أحكي أنه جلالة سيدنا عنده نظرة استشرافية مستقبلية. نعم. دائما بيستبق الأمور. نعم. وبيستبق بحذر من بعض شغلات راح تصير وفعلا بتصير، وأحيانا يشير بالإيجابية لبعض أمور وفعلا بتكون نحو مستقبل مزهر. الآن إحنا مشكلتنا في تطبيقها. لو نعم. الكل بيمشي زي ما سيدنا بيحكي كان الأردن بخير أكتر على فكرة، بس إحنا
قضية المحسوبية، قضية الواسطة اللي تنهار سيدنا في كل ورقة نقاشية في كل محفل بيضلوا يعني يهاجمها، ولازلنا مؤسساتنا تئن من الفساد الإداري والمحسوبيات والواسطات. وهذيك المرة كان في إلي لقاء يعني مع رئيس هيئة مكافحة الفساد، وكان تركيزي على الفساد الإداري واستغلال المنصب. الآن إذا ما تم تطبيق الأوراق النقاشية لجلالة سيدنا كما يريد هو جلالته، كيف ترى مستقبل الأردن للأمام كباحث وحضرتك متخصص في علم الاجتماع السياسي؟ أنا بالإطار الشخصي ومتنور سياسيا. تسلمي، الله يعزك. أنا مقتنع قناعة حقيقية ليس لها علاقة بالنفاق، بأن ما ورد في هذه الأوراق النقاشية سيضمن مستقبل سياسي راقي إلا الأردن. بنفس الوقت من مواصفات الخطاب للأوراق النقاشية في شيء تفاؤلي في الخطابات، هلا في شيء تنويري في الخطابات، أيضا في جزئية أخرى الملك يؤمن بالتدرج في التطور الديمقراطي الأردني. هلا احنا مقرين بقصة التدرج لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية، ولكن على من يعمل بمعية الملك أن يقترب من فكره أكثر، لا أن تكون الأمور في جهة يطرح شيء وتكون الأمور معاكسة. الأوراق النقاشية هدفها بالشكل النهائي للنموذج الديمقراطي الأردني الوصول إلى حكومات برلمانية، وهو كلام سليم. بنفس الوقت نجد، وهي عودة على شيء حكيته في بداية الحوار، أصوات من مجلس النواب تقول لا داعي لحكومة مشاورات نيابية. طب إذا رأس الدولة أشرك مجلس النواب في اختيار دولة رئيس الوزراء الحالي، كيف تطلع أصوات من أعضاء مجلس النواب وتقول لا داعي للمشاورات؟ يعني عمليا إحنا لازم يكون في انسجام. هلا بظني، هذا ظن وليس يعني حقيقة، يعني ليس بحث علمي، بعض الناس قد يظن أنه هذه الأوراق النقاشية اسوى بغيرها من الأوراق حبرا على ورق، فإحنا بنطبل وبنزمر للأوراق، وبعدها لما نضع مشروع قوانين أو نتبنى تصريحات بتكون مخالفة لهذا الاتجاه. لكن نطبق ما جاء في الأوراق الملكية ففي مستقبل أفضل للأردن بشيء كثير طبعا. وأنا بحكي لك بصدق، وأنا أدعي أني أنا قارئ قوي، أدعي ادعاء، لا أنا وجدت مثلا مصطلحات بالأوراق النقاشية يعني ما لقيتهاش بمنهج العلوم السياسية ولا في الاجتماع. في تبسيط نحكي في بعض يعني، يعني أحكي لك وبحثك تناول بعض من المصطلحات والمفاهيم اللي استخدمها. أوكي، هم 17 مصطلح رئيسية، وفي لهم الفرعي وفي لهم الجزئي. في تعبير استوقفني لتعريف الملك للديمقراطية، يقول هو شيئان، كيف نختلف وكيف نتخذ القرار في القضايا التي نختلف عليها. عجبني هذا الوصف، مش تقليدي أبدا، مش تقليدي، في أسلوب جديد في توصيل الرسالة. أنا راقلي كدكتور في علم الاجتماع وباحث، راقلي هذا المصطلح. قصة أخرى أنه لا يوجد خاسر في الديمقراطية. قصة أخرى فيش حقيقة مطلقة. فكرة الحلول التوافقية. في نقطة أخطر، في شعار تضمنت الورقة النقاشية الأولى، كلنا أردنيون وكلنا للأردن. شو بيختلفوا؟ كلنا أردنيون، أن الأردنيون سواسية وإن اختلفوا في الدين أو العرق أو الأصل الجغرافي الوطني. فجاء مصطلح كلنا أردنيون، هذه الاختزال للمصطلحات. هلا كلنا للأردن، أن الوحدة بين الأردنيين ترقى على اختلافاتهم في ظروف معينة. والسوابق للدولة الأردنية من عام 21 أنه في ظروف حساسة ممكن تمر على البلد أو مرت ننسى خلافاتنا الداخلية ونتوحد. إذن الوحدة، هذا كلام الملك وهو كلام توجيه ومقنع، الوحدة فوق الاختلاف، فكلنا نصبح فدا للأردن. واختلاف الدين والأصل الجغرافي والعرق لا يعني أنه في ناس أعلى من ناس، فكلنا أردنيون. هلا في منهجية تحليل المحتوى بيقوم الباحث بتقسيم المصطلحات، لكن هو نفسه الباحث يعيد قراءة هذه موجودات الأوراق بطريقة يبني عليها فرضيات ويجيب فيها على تساؤلات. نعم. طيب
خلينا نحكي دكتور، بحث في موضوع الهوية الأردنية وكان عليه جدل، أنا حكيت لك كتير كبير بعد الحلقة. الآن يعني إحنا دائما تخوفنا على الهوية الأردنية في ظل الأزمات اللي عم بتصير والنزاعات الموجودة حولنا. هل هنالك يعني إحنا كان لقائنا من 3 سنين؟ لا يا بنت الحلال. أكم سنتين؟ العام في شهر نيسان تبعت الأزمة الهوية. اعذرنا إحنا من كثر ما الله يعينكم. الآن التطورات السياسية والأمنية في المناطق اللي حوالينا سريعة كتير. الآن أين ترى الهوية الأردنية كباحث في الهوية الأردنية؟ بس بدي أنا أديك لشيء. أنت أخرجتيني عن موضوع الأوراق. أخرجتك، رح أرجعك لأني رح أربط الموضوعين مع بعض فما تستعجل. شوفي، هذا السؤال بقدر ما هو سهل بقدر ما هو صعب. هلا في جوانب كثيرة لا يوجد فيها خطر على الهوية الوطنية، وفي جوانب في عليها ملاحظات، لكن يعني حتى أنا ما أخرج عن موضوعي. طيب إذا تستضيفوني مرة ثانية بحكي في الموضوع بعد هذا اللقاء. يعني شو رأيك مخرجنا؟ أحكي لك إبشر على طول. تسلم وتبشر. بس تفضل. نعم، بأجل موضوع أزمة الهوية. طيب. لموضوع ثاني. طيب. وبرجع للي هي الأوراق، مع أنه أنا سؤالي كان ذكي لأني بدي أربطهم مع بعض فأنت رافض تجاوب على السؤال. بدي أنا بدك لنقطة من ناحية علمية. هلأ بشكل مصطلح الهوية، موضوع الهوية بالشكل اللي في ذهنك غير موجود في هذه الأوراق. يعني هذه الأوراق صدرت في 2012 و2013 و2014، هي 5 أوراق. المنح العام بالأوراق الملكية ارتبط بمسألة الإصلاح السياسي. ففي جوانب أخرى أنا أتوقع أنه سيصدر فيها أوراق، توقعاتي، لأن الورقة الخامسة المنتظرة والتي لم تصدر حتى الآن هي في الملف الاقتصادي. قد يكون فيه أمور أخرى، أنا خشيت من الإجابة حتى ما يعني أشتهد خطأ ضمن موضوع الأوراق، لأنه موضوعها كله بخص النموذج الديمقراطي. إذن إحنا بانتظار كتيب في موضوع هذه، في موضوع هذا البحث. نعم. إن شاء الله إحنا بنوعدك. نعم. المخرج كمان بوعدك إن شاء الله استضافة قريبة للحديث. أنا بدي أرجع أربط موضوع الهوية لأنه كتير هذا الموضوع أنا يعني بشدني. نعم. فأنا بدي أشكر حضورك الدكتور محمود عواد الدباس، الباحث في علم الاجتماع السياسي. أهلا وسهلا فيك. تسلمي، شكرا.